هنعمل ميلك شيك الفراوله. عندي ايه؟ عندي شويه من الفراوله الفريش، سيرب الفراوله، عندي شويه من الايس كريم، واخيرا شويه من اللبن. طيب على طول كده هنزل بالايس كريم وهسيب حته منه. تركايه جديده دي، بعد كده هنزل بالفراوله هنزل بسيرب الفراوله وهنزل بنقطتين من اللبن، شويه صغيرين قوي، ونضرب اول ضربه. من هنا هننزل حتة الايس كريم اللي فاضلة وهنضرب ضربة خفيفة قوي. كاسات التقديم وعلى طول